اخر فقره معانا اسمها ابيض يسود بس ما فيش رمادي. يلا بينا. اوكي انت رومانسيه ولا مالكيش في التلزيق؟ رومانسيه بس مش ملزقه يعني بعمل اتموسفير لذيذ بس مش ملزقه ومش غيره قوي ومش زنانه. حلو. فبعمل اتموسفير حلو. بكره البنات الزنانه وبكره الستات الزنانه، واي واحده بلاقيها بتزن وبعد كده تشتكي لي ان هو خانها جوزها خاطبها اقول لها احسن تستحي. ما بحبش الاسترس. اللي عايز يعمل حاجه هيعملها. صح. هتسترسي عليه او لا؟ الرجاله ما لهمش ملكه، هو هيبقى مرتاح يعني انت بقى وحظك. بس عامه مش الخنقه مش هي الحل، الحل ان مامتك تبقى داعيه لك كده انك ما تتخنيش وما تتجرحيش. بس يلا نصيحه لوجه الله. منى تنكا ولا ماشيه بتتعرف على طوب الارض؟ كنت بتعرف على طوب الارض كنت بتعرف على طوب الارض وانا صغيره وانا زمان خالص. ما كده بقى طبعا ده غلط جدا. فما بقتش اتعرف على طوب الارض، بس لذيذه مع كل الناس وبهزر بضحك، بس مش اي حد اتصاحب عليه. مش اي حد يبقى صاحبي يعني. تمام. تتفرجي على فيلم العفاريت لمديحة كامل ولا افواه وارانب لفاتن حمامه ومحمود ياسين؟ انا لازم اختار حاجه. لا افواه قدامك الاثنين. ما بزهقش منه، ما بملش منه. فاتن حمامه خطير. كنت بحب كامل. فيلم العفاريت وانا طفله صغيره، وانا صغيره باغاني عمرو دياب وشوقنا اكتر والحاجات دي. طبعا كان فيلم بالنسبه لي خطير. بس انا دلوقتي لو بقلب في التلفزيون وقدام الفيلمين لا اختار افواه وارانب، مش عشان استاذ محمود ياسين حقيقي، عشان هو الفيلم حلو. ومديحة كامل الاثنين شبه بعض جدا. مديحة كامل دي روح قلبي، وكانت صاحبة مامتي وشوشو جدا، واخر حاجة عملته كانت هي ومامي مع بعض فيه، كانوا قاعدين في اوضة واحدة. وكانت وانا صغيرة لحد ما هي توفت كنت صغيرة جدا، ما كنتش شبهها خالص. كنت تعمل تبعت لنا كريم كراميل كده، هي كريم كراميل اصلا. هي حبيبتي وانا بحبها كممثلة وفنانة، وهي من جميلات السينما المصرية، فده شرف ليا ان حد بيشبهني بيها. بس انا بحب مديحة كامل كممثلة، بس انا عندي افلام تانية مديحة كامل اعظم من عفاريت. أيوة بالنسبة لي. يعني بريق عينيكي، فيلم بتاع اللي هي كانت عاملة الجاسوسية ده. بتاع ادي الاهرامات ادي النيل هي دي مصر. أيوة عاملة المقولة المشهورة بتاعت استاذ محمود ياسين. انا جاي كده عندي افلام عظيمة ليه، كانت عندها كذا فيلم وعندها فيلم عادل امام خطير. يعني جاي كده مديحة كامل. وبحب المسلسل بتاعها ومحمود عبد العزيز اسمه شريدة. يعني عندها حاجات جميلة جدا خطيرة. هي ممثلة عظيمة. بس دي مش من كتر مش من الافلام الفيفوريت بالنسبة لي المديحة كامل يعني. اخر سؤال معانا، يوم اجازتك بتقضيه في البيت على السرير ولا بتحبي تخرجي بقى؟ لا في البيت على السرير. انا بيتوتية جدا. ما كنتش بيتوتية يعني زمان، بس كل ما بكبر كل ما الموضوع بيزيد عندي لغاية ما بقيت بيتوتية قوي بقى. يعني لو لازم ايه اغير من نفسي، يعني لازم يحصل حاجه قويه عشان تنزلني.